جامعة الملك فيصل، مدينة العلم في واحة الأحساء. زيارة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله المنطقة الشرقية تعتبر زيارة ميمونة وكريمة ومرتقبة من قبل المواطنين بالمنطقة الشرقية، وتأتي هذه الزيارة تشريفا لنا نحن كمواطنين وكمنسوبين بجامعة الملك فيصل لتدشينه المدينة الجامعية بجامعة الملك فيصل، وهذا شرف لنا عظيم من والد وقائد محب لشعبه ووطنه، وجاءت تكريما لهذا الشعب وهذا الوطن الغالي. فأهلا وسهلا بك يا مولاي خادم الحرمين الشريفين بين شعبك ومواطنيك بالمنطقة الشرقية.